شكون الشخصية في البال اللي اختاريتي اليوم؟ شخصية في البال الإيمانية، شخصية جميلة جدا وراقية جدا، تميزت في أعمال وأدوار وشخصيات عديدة، هي حريصة على تقديم ما يحترم رأي المشاهد وعقله، متعددة المواهب والخصال، كتربطها علاقة وطيدة بإذاعة ميديا، هي أول صوت أعطى انطلاقة الإذاعة، إذاعة ميديا رفقة الفنان القدير عبد القادر المطاع آنذاك من العاصمة الفرنسية باريس، برعت على جميع المستويات وشاركت طبعا على قناة ميديا تي في بهذا البرنامج الروح عزيزة عند الله. نشوفوا هذا المقتطف. الروح عزيزة عند الله. شهر رمضان كيهدينا فرصة للتعايش، للتسامح، للمحبة، للرحمة. للأسف كيكتروا في حوادث سير كثيرة اللي كيمشيوا ضحيتها أشخاص ومن بينهم أطفال. كثير ما كنشوفوا في شهر رمضان ملي كتقرب ساعة الإفطار واحد حركة سير جنونية مدعومة بعدوانية عمياء. إلا احترمنا قانون السير كنحترموا المبادئ الإنسانية.